السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. حضرتك يا شيخنا، عندي محل عطور، وفي أوقات بيجي لي نساء مثلا عايزة عطور أو كده، فبديهم يعني مثلا لو هي مثلا خدت البرفان ده وبتحطه وهي خارجة أو كده، أنا كده مثلا عليا اسم أو لست بمسؤول. أنت الآن تبيع العطور، وقد كانت العطور تباع على عهد الرسول. قد كانت العطور تباع على عهد الرسول، ولا يلزم أن أسأل المشترية أنت ستتعطرين به في البيت، أو أنك ستتعطرين به للزوج. ما لي إلا النصح فقط. أما أن الناس التي تشتري الذهب، هل أنت ستتبرجين به أو أنك ستتزينين به للزوج؟ ليس هذا تخصصي. شكرا.